الأخبار؟ القلب عامر. الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد. داكشي اللي كاين. مرحبا بك جنات، تفضلي عاودي كاع داكشي اللي بغيتي. كذلك تنتمنى الناس اللي تيتفرجوا كلشي برك على جيم، دابا برك على جيم، واللي ما مشترك شارك، وكذلك خلينا في الكومونتير السمية ديال المدينة ديالك باش ما يتبلوكاش الفيديو. تفضلي جنات، عاودي كاع داكشي اللي بغيتي، حنا تنسمعوك جنات. الأول قلت زعما جيني هادشي ساهل، ولكن في الأول أبل قلبي كيزدح بواحد الطريقة غريبة. كانت صوتك راه مبدل، سميتك مبدله وما كاينش اللي يعرفك. بعض المرات تنحتاجوا اننا نخويو كاع داك الشيء اللي في قلبنا قدام الناس اللي ما تيعرفوهم ما تيعرفونا. فاليوم عندك واحد الفرصه زوينه، وخصوصا ان كاينين معنا بزاف ديال الناس من اطيب خلق الله اللي تيتفرجوا فيك دابا. تفضلي جنات، حنا تنسمعوك. المهم اخويا نبدا لكم الطفوله ديالي. اها. ملي كنت صغيره. كنت طفله، حد كنكبر ولا شي حوايج فيا كيبانوا ماشي نورمال. تقريبا من سنين اللي قرا في التحضيري كانت شي حوايج فيا ماشي نورمال، مكانوش كيعجبوني الحوايج. كيفاش؟ حوايج عاديين ديال البنات، مكنتش كنلبس بحال البنات، مكنتش كيعجبوني الكسيوات، مكنتش كيعجبني الطلقة ديال الشعر، كنت مختلفة على البنات تماما. هادشي وانا بنت صغيرة، يعني ما زعما الانسان ما محطمش فاصة. اها. كنت كيعجبني نجمع شعري اخويا بدر، كيعجبني زعما باش شي حوايج اللي مكيتروش للانوثة، فهمتي؟ فوالا اللي فهمت. المهم باش هاد الصوص واقيلا ما عرفتش واش الناس الاخوان اللي كنتو تسمعوا عافاك كلشي كتبها في لي كومونتير الا كان الصوت ديالها واضح. اللي فهمت انك كنتي صغيره ما تعجبوكش الكسيوات ديال البنات، ما تعجبوك الحوايج ديال البنات، وتعجبوك الحوايج ديال الدراري. تخيل معايا حتى من عاشوره، هي التالت من عاشوره هي كحمش المونيكات وكشافت عاشوره وكذا. اي حاجه كتسير للرجوله كانت كتعجبني. هادشي وانا طفله صغيره، يعني ما مازال ما عنديش الراي ديالي اصلا، فهمتي؟ اها. المهم هادشي بدا كيكبر فيا، فهمتي؟ يعني نهار على نهار كيبان فيا داكشي هذاك. ماشي مفهوم. واخا تقدري تحيدي الكيت الا دايره ولا ما دايرهش ديري باش الناس تسمعك مزيان يكون احسن. تسمعيني يا جنات؟ وي خويا ما تسمعتش. قلت لك تقدري تحيدي الكيت. انا كنسمعك حتى كتسمعني مزيان. الا دايره الكيت ممكن تحيديه، ولا ما دايرهش ديريه باش نسمعوك مزيان احسن. واخا نسيت نشوف. اها واخا. اطوندي واحد شويه. واخا. شوف شي بلاصه اللي تقدر تسمعني فيها مزيان. لا ماشي غير الكيت يكون الا بدلتي يكون احسن. واخا. دابا خويا بدر. تفضلي هضري يا جنات. قلت لك اخويا بدر طفولتي دازت ماشي هي هذيك، فهمتي؟ يعني طفله صغيره ما كان كيبان عليا شي حوايج ماشي نورمال، يعني من صغري ونحس براسي. حاسه براسي ماشي بنت. تحسي براسك بانك عزيزه عليك الحوايج ديال الدراري. كوري كنحس براسي اخويا بدر راجل اصلا دري. اها. المهم اخويا بقيت كنكبر، فهمتي؟ وليت كنعزل الحوايج ديال الدراري نلبسهم، اللي كتبغي ما تطلق لي شعري ولا شي حاجه كنت كنبقى يمكن كنبغيش نمشي نسرب راسي كنجيب لها بحال شي دراري نلبسي لها حوايج البنات. المهم فاش بديت كنكبر واحد 10 سنين هكاك 12 عام صافي، حتى الميول ديال الذكوره كيكبر فيا نهار على نهار. وليت كنترمن الكره، كنترمن حتى من الاعجاب كانوا كيعجبوني البنات ديال الحقيقه. يعني كانوا تعجبوك حتى البنات؟ كان كيعجبوني البنات. اه. ممكن ديك الساعه عندي نظره بريئه، فهمتي؟ كاين آه. بنت تتعاشر معايا وتكون صديقتي. اها. فراغي يكون غير صديقتي مول بغيت تكون حدايا، فهمتي؟ اها. ديك الساعه كانت عندي نظره بريئه، كنت مازال زعما ما عنديش الدرايه بهذا الشيء هذا. اها. المهم انا كنقول لك على شي حوايج غادي وانا ما عرفتش اصلا انت واش كاين هذا الشيء هذا. اها. المهم خويا بدر فاش دخلت للسادس كانت عندي 12 عام. كنت متعلقة بلاك. ما تسمعكش شنو قلتي؟ صوت تقطع. قلت لك فاش دخلت للتحضيري. اها. السادس. تما اكتشف بلي تما السادس عندي 12 عام. تما انا كنبغي البنات. تتبغي البنات؟ مجتهدة في قسم. واحد البنت كانت مجتهدة في قسم. عافاك خليك شي بلاصه فيها الكونكسيون، حيت انا بصح بغيت نسمع القصه ديالك جنات. جنات. عافاك الصوت ديالك تقطع، عافاك خليك
بغيت انا بغي بغيت نسمع القصه ديالك، نخليك في شي بلاصه فيها كل لحظه خير بعد. نتمنى من الله تسهل الامور في هذا الابيل تدوز مزيان، هذا الراي ديالي والقصه ديالي توصل لكل شيء. اها مرحبا. شي درجه قلت لك اخويا بادر فاش كنت كنقرا في السادس، اها تغرمت واحد البنت كتمشاهده زعما كنكتب لها كنبغي نكون لحالها وخصني تشوفها وتعجبها، كنت كنتبعها وهي غادي لدارهم كنتبعها هكا خطوه بخطوه، وكنمشي للدار ونركز عليها وكنفكر فيها فهمتي، يعني المراهقه ديالي دازت وانا كنبغي البنات. واش عندك عندك 12 عام؟ عندي غير 12 عام، البنت بريئه فهمتي غير الحب ديال الصغر وصافي، يعني اللي كنت نويت البنت لا عندي شفتي في دماغي كاع ما عنديش درايه بيها. المهم اخويا بدر صافي مشيت للسابع دوزت الثامن نفس الديكور نفس البنت تقريبا، كانت طالعه معايا باللاج وطالعه معايا بالسادو يعني كنت مغرومه بها حتى لاخر حد كنتبعها هادي هادي كنتخرب منها، واخا غير صديقتي ممكن نكتفي بداك الشيء الصداقه. وهي ما عرفاش بانك تتبغيها ماشي الحب ديال الصداقه. لا جامي قلت لها صراحه حتى شحال بحال هكا، ولكن دابا تخيل معايا في غير الصداقه كنكتفي بها. بغيت قلت لك غادي معايا في الطريق وجيت سافراني فرحان يعني اكتفيت داك الشيء هذا، كنت مازال ما وصلت لذاك السطاج هذاك ديال اللي غنكمل القصه ونعاودو لك. المهم اخويا بدر وصلت للتاسع تقريبا، مرض الاب ديالي في السرطان الاب ديالك الاولى تقريبا. الاب ديالك اللي مرض؟ مرض مسكينه مرض دازت واحد المرضه صعيبه في الدوره الاولى تقريبا. وانا الاخوان اللايف تبلوكا كلشي دار جامعة فيك، اسمحي لي بان كلشي راه اللايف تبلوكا مسيرة زوين، اسمحي لي نقاطعك عافاك خليك في شي بلاصة بعدا فيها الكونيكسيون، وكلشي بالك عافاك على الجام وكلشي كتب المدينة ديالو عافاك السهر في هاد الابل، كلشي بقي برك كلشي كتب المدينة ديالو رقم 10 المدينة ديالو كلشي كتب 5 5. اسمحي لي جنات كملي لي. قلت لك اخويا بغيت نسمع القصة. جنات بدلي البلاصة عافاك جنات، اي اي كلشي دير بارطاجي عافاك كلشي دير بارطاجي باش مابقاش شي تبلوكا وقليب. جنات بغيت نسمع القصه ديالها صراحه. اخوان كلشي برك على جيم 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 وبارطاجي جيم وبارطاج جيم وبارطاج. جنات عافاك شي بلاصه فيها كونيكتيو باش نسمعوك مزيان. واخا خويا بدر هكا مزيانه بدر مزيان فاش تقطع غادي نقولها لك. واخا خويا بدر غير فاش يتقطع الابيل شحال اللي سول عليا خويا بدر صافي مرحبا نعاود القصه ديالي. مرحبا اليوم شوفي واخا نبقاو معاك حتى الصباح. مرحبا اختي. شكرا خويا بدر. مرحبا. قلت لك فاش مرض الاب ديالي تقريبا في الدوره الاولى ديال التاسع كان جا مسكين سرطان، جا سرطان شويه صعيبه يعني داك السرطان اللي لسه ديما كيطوش بنادم السرطان ديال الدم. المهم في الدوره الاولى انا اللي كنقرا ديك الساعه ولكن شويه بدات الامور تصعب عندنا في الدار فهمتي يعني واخا كتقرا كنت في الدار تقريبا ما كتلقاي ما تاكلي هذه بزاف ديال الحوايج الانسان اللي كيخدم عليكم بشد الفراش. جا عندي الاب ديالي قال لي بنتي اش غنقول لك راه خصكي تخرجي من الدراسه باش تخدمي على راسك، وانا بغيت نشوفك قادي براسك من الموت وخليكم هكا مورايا. صافي خويا بعد خرجت من الدار اللي نخدم على راسي ديال السابعه من السابعة لا التاسعة خويا بدر التاسعة اوكي التاسعة اها الدورة اللي خرجت خويا بدر نخدم خط الخياطة. اها عارف شنو هي الخياطة خويا بدر؟ عارف الخياطة راه غير بناتي. اها تما خويا بدر دخلت كنت مازال ندير صنعة لا ولا ديك الساعة دخلت غير كنتسخر وهادي دخلت اخويا بدر. المهم اول حاجه كنت داخله مركزه على الفلوس يعني تخلص ندير شويه من داكشي فهمتي نعاون غير شويه بين الوالده وهذه لا سمح الله كانت شويه على مزنوته. كنت تفكيري غير داكشي ديك الساعه. المهم كنت كنخدم وهادي ديك الساعه داك الوقت هذاك دابا راه الوقت بدل ديك الساعه راه كنت كنصوت غير ندير في السينما ماشي معاون هادشي. كنت كنخدم اخويا بدر ونقول الوالده ما داش بزاف تقريبا شي عام هكا توفى الاب ديالي.
فاش توفى خويا بدر كنت صعيب عليا، تقريبا اكفس فتره كنعيشها في حياتي، سد على راسي تقريبا شي شهر ما خدمت ما والو. خلاص تقريبا اي بنت تسمع هاد الشيء هذا تعرف ان الاب شي حاجه ما كتعوضش صراحه. في نفس الوقت كيكون الاب في الدار فهمتي ما كتقدريش دير شحال من حاجه، ملي كاين انت كتسمح لي بحال اللي صافي كتفرعني صافي. درت نسدنت فيها راني مقلقه زعما وحيدت شعري، يا رب تسمح لي، يا رب تسمح لي بحال جاتني غير فرصه صافي عبر زعما على الحزن ديال الوفاه ديال الاب ديالي بديك الطريقه. وانا كنت مستغله ديك الوقيته هذيك، حسنت اخويا بدر حسنتي ورجعتي شعرك كيتدرب دابا. حسنت شعرك كيتدرب. واللباس لباس اخويا بدر لا نهضرش على اللباس، اللباس راه باين غير التريكوات غير شي حاجه ديال المدريد السراويل. المهم اخويا بدر حسنت صافي بحال اللي فاتني داك الحزن ديال الاب ديالي الله يرحمه، ورجعت للخياطه عاوتاني نخدم صافي. تما اخويا بدر تحلو لي عيني مزيان، بديت نتصاحب اخويا بدر مع البنات، نتصاحب اخويا بدر مع هاد البنات. هي اللي بغينا نوقفوا فيها، كيفاش وعلاش واول مره نقول لك اخويا بدر اول مره ما كنعرفش على اول مره، حيت صافي كنت مغوطه تقريبا كنضرب بالثلاثه بالربعه. كيفاش؟ كنت كنصاحب مع البنات بزاف، ماشي اول مره ماشي ثاني مره، يعني بداك اللهفه ديال البنات ما كنتش كنعرف مصاحبه اصلا شنو هي، خصني نهضر مع هادي ونصاحب مع هادي ونصاحب مع الاخرى ونصاحب مع الاخرى. وتا هما تيوافقوا يعني تيبغيو. ما كاينش اخويا بدر اللي كتقول ما كاينش اللي كتقول لها تصاحبي معايا تقول لك لا سمحي لي ولا هادشي باش مصالحش ولا هادشي ما خصوش يكون ولا غادي دي كتقول لي شي حاجه تبارك الله بسم الله يسخر. وعاد كان كثر مني في اللاج قبل نقول انا ما نعرفش، ولا كان كثر مني في اللاج وبدا كيمشي معايا في الخط. صافي اخويا بدر بقيت كنتصاحب مع البنات، خديت انا موتور خديت موتور بديت كنفرحن كثار وكثار. المهم الوالده ديالي مسكينه ما كانتش كتبغي تهضر معايا صافي. عندي اخ واحد كان شينا ديك الساعه كان في الخارج، وتزوجي مسات مسال عليهم الله بويرتهم، كنت غير الوالده فرص فرص كتقول مسكينه ما حداك جيب لي طايف ديال الخبز بالبلاصه خليها دير اللي بغاتو. بزاف ديال الضعف ديال الانسان الله يرحم ضعفنا. المهم فرعنت اخويا بعدا بهاد اللغه هادي، انا كنت فرعنا غير موتو غير تحاسب، وكنت تعامل مع اللي شرا هذا اللي شرا هادي اللي شرا هادي. المهم تعلمت هاد الوقت اللي كنعرضك عليه، انا دخلت في الاول غير كان فهمتي كيما كنت مشاهده في المدرسه، مشاهده في الصناعه يعني ما درتش عليها واحد الوقيته في الفتره بسيطه تقريبا تبارك الله تعلمت الصناعه كامله. صافي باش نشد الفلوس ندير 700 درهم في السيمانه. المهم اخويا بدر خدمت وهادي، كنت كنصور الفلوس كنصرف على مامتي، نمشي لي هادي نمشي لي هادي ما نكذبش عليك بلا مع الله. البنت اللي حطيت عليها يدي اخويا بدر كتصاحب معايا، البنت اللي شتها تصاحب معايا. وكنتي تتغلطي معاهم؟ كنتي تتغلطي معاهم؟ المهم راك فهمتيني ضروري اخويا بابا ما نكذبش عليك، يا ربي تسمح لي داك الشيء كان عندي هوس بيه ماشي غير زعما مصاحبه عندي بحال دابا تحت المطر النهار غدا اللي بدا غنجمع معاك الموضوع. كنت هكذاك اخويا بابا هكاك هكاك والدراري اسمح لي نكثر عليكم بالاسئله، وحيت بزاف الناس هنا غيكونوا باغيين يعرفوا. لا لا بس اخويا بابا كبرتي. وبالنسبه للدراري ما تحسي بحتى شي حاجه من جهه شي دري؟ ما عمرك بغيتي شي دري؟ ما تحسي بحتى شي حاجه من جهه الدراري؟ عمري اخويا بدر بغيت شي دري ولا اعجاب ولا هذه لا جامي، هي الحاجه الوحيده اللي طلعت من الاول فهمتي من الاول دخلت خونا هذا الشيء هذا غير البنات. يعني بزاف ديال الناس كنسمعهم هكا ولكن كيحبوهم قلبهم وهذه وهذه، انا ما كنتش كنحب، انا خصني غير نتصاحب نعس مع البنت نتصاحب نطيح مع البنت نتصاحب نغلط مع البنت صافي. يعني عندي هوس بين كمل الجنس ولا ما نعرفش، المهم هذا هو الدخله ديالي انا اصلا هذا الشيء هذا. وكنتي تتبغيهم البنات؟ كنتي تتبغيهم تيبغيوك؟ انا نعاودك اخويا بعدا فوقاش نطيح في الحب ديال بصح، اما هادشي هذا كله غير مراهقه فهمتي، غير خصني نخرج مع البنت نمشي معاها لهنا نمشي معاها لهنا نمشي معاها لهنا، ولكن الحب الحب ما عمري حسيت راه الله بشي حاجه. المهم اخويا بعدا خدمت في واحد المحل صافي كنطلع لي الدم داك الخدمه هذوك بدلت الخدمه، فاش بدلت الخدمه اخويا بدر كنطيح في واحد البنت اخويا بدر اللي غنعاود لك على القصه ديالي، واحد البنت اللي غتخلي دار عشت هي هادي اللي غنعاود لكم عليها. خلص اخويا بدر لواحد الخدمه وانا نجيني عيني في عينيا، اول مره اخويا بدر كنشوف شي بنت ما كنبغيش منها شي حاجه قبيحه، اول مره كنبغي شي بنت من قلبي اخويا بدر.
اللي كانت اول مره واخر مره. ومش من البنات اللي قلت صاحبي معايا قالت لي اه معك سيد خلات لي الفتوى والدين وسمحي لها اختي هادشي المصالح شو عاداتني فهمتي. كنت كتجيني صعيبه اخويا بطل باش نكون مع هذيك البنت فهمتي، كنت كنشوفها مستحيل وقلتيها لها قلت لها راني ولكن ما كنتصاحب معاك. استسلمتش. كنت كنتبع اخويا بطل في عز الشتاء، الشتاء خيط نص وانا تبعها كنبغي بيه لازم داك الشيء ديال الشيء ديال الافلام يا ربي تسمح لي زعما انا تبعك في الشتاء وكذا وهذي. كنت كنتبعها هذا النهار غدا هذا النهار غدا هذا النهار غدا. واحد النهار توقفني تسمعيني اختي نقول واحد الهضره، قلت لها شنو؟ ما تقوليش اختي تبعيني الله يرحم الوالدين، انت بنت وانا بنت، كاين اللي عندك اختي راه عندي بهذه الطريقه هذه بهذا المونتاج انا صافي بحال اللي غيراتني فهمتي. قلت بعد من بعد من الزبل نمشي بحالاتي كاع ما عندي ما ندير بيها هكا اخويا بدا فكرت. لا غد لي ويجيني الهوس عاوتاني تبعتها، بقيت اخويا بدا شاده فيها بيدي وسناني حيت هذيك البنت ما كنت فهمتي. عرفتي اخويا بدا ملي كتكون كتغلط وكتغلط وكطيح في شي حاجه اللي كتكون عاجبك وكترفضك عرفتي واش كتحس اخويا بدر؟ ما كتحس براسك ما كاينش، كتقول كيفاش هاد البنت هادي زعما هي من دون البنات كتقول انا وانا. قلت اخويا بدر كنتبعها 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 تقنعتها تخيل معايا قنعتها خليت الميرة ديالها جنات. شحال كتف عمرك؟ شحال كتف عمرك؟ 21 عام. وهي؟ هي اخويا بدر وقيلا شي 20 عام ديك الساعة عندها شي 20 عام ولا ولا 19 ونص المهم بحال هكا. دابا انا الانفيرسير ديالها ما عقلتش عليه ديك الساعه. بدات لي عيد الميلاد ما تذكرش اخويا بدر نكذب عليك الشارع عليه قالو غزاله. المهم اخويا بدر بقيت هكاك هكاك معاها خديت من الميلاد ديالها دخلت عندها الواتساب قلت عليها اخويا بدر يا ربي تسمح لي بداك الشيء ديالك عارف فيديو ديال الحب وهادي وهادي وكذا وهادي ما كرهتش ما كرهتش ما كرهتش وهي عاوتاني في الاول كتقول لي كتدخل لي الدين وكذا وراه حشومة هاد الشيء هذا وكذا هادي. لا غد لي عاوتاني كتسول فيا كنسول فيها دخلناها في الصداقة بدا هادي هادي تدخلنا فهمتي تدخلنا في الصحيح. قلت انا ندخل معاك في علاقة ولكن ما تطلبش مني شي حاجة الفراش حيت انا ما متقبلاش هاد الشيء هذا. قلت لها شوفي دخلي معايا في علاقة وحنا في الحب فهمتي تقتنعي راسك. قالت لي متأكدة قالت لي واعدين قلت لها نوعدك وعد الله ما عمري مدي يدي عليك تتبغي انت وانا كنقول مع راسي راه دخلت غير معايا في علاقة انا غنبقى معاها هكاك 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 انا اللي غنقنعها فهمتي اي الطريقة ديالي وهذه وكذا الكضوات وهذه كنت حمقى. المهم اخويا بعدا كيما قلت لك انا ما درتش عليها حتى شرايط دخلت معايا البنت في الفراش دخلت معايا كل شيء. هي ديك اخويا بعدا تقريبا بقيت مع هاد البنت المده ديال 6 سنين. سنين وانت وياها عرفتي اخويا بعدا سنين اخويا بعدا عرفتي 6 سنين شنو وقع فيها شحال من تضحيات وشحال من وشحال من مشاكل واجهناها وشحال من هادي وشحال من هادي وشحال من هادي. هذا هو السؤال اللي كنت نتسناه باش نطرحه عليك. كنتي تتبغيها كما تيبغي الولد البنت شي حاجه كثر اخويا بعدا هاد البنت هادي شي حاجه كثر شي حاجه كثر شي حاجه كثر صراحه الله. كنت متعلقه بالوالده ديالي اكثر من نفسي ومن جات هاد البنت هادي وليت كنحس بالميزان ديالهم بجوج بهم قد قد وليت هي ما كنشوفش حياتي بلا بيها. واخا واحد السؤال كان دازت عندي واحد القصه بحال هذه وقال لك لدرجه انني كنت تنغير الا شتا واقفه مع شي بنت ولا شتا واقفه مع شي حد تنغير. انت كنتي واصله داك النيفو ديال تتغيري عليها؟ عرفت اخويا حيت علاقتنا ما كانتش يمكن بحال هاد البنت. حنا علاقتنا زوينه بزاف ما كانتش فيها زعما هاد الشيء ديال نغير عليك غالي عليا يعني انسانات كانوا متحملين مسؤوليه ديك العلاقه انا كنتيق فيا كنتيق فيا انا ما كنديرش حاجه اللي تضرها وهي كذلك حق كنا زعما صراحه هذا ما طحنا في هاد الموقف هذا ديال الغيره. وانا عقليتي متفتحه تخرج باش ما بغات تدخل فوقاش ما بغات انا ما كنتسوق لها في داك الشيء هذاك كنركز غير على راسي. بحال اش قلتي لي واحد الهضره ديال اننا كنا تنضحيو مع بعضياتنا ودرنا واحد التضحيات بحال اش التضحيات اللي كنتو تديرو مع بعضياتكم؟ هي الاخ بدر هي البنت هذه الام ديالها اول ما بدينا في علاقه تقريبا دوزنا غير عام فقط بينا عاقت بينا بهاد اللغه هذه سمعت شي اوديوات عندي انا مسيقاهم لها وهي كذلك. التليفون جا في يد ماماها كانت قالت لها غادي تهضر مع تهضر مع حبيبه مع حبيبه وسمعت الاوديوات كاملين. خلات بنتها ما قالت لها والو طلعت عندي انا للدار. جاتني غير بالرحمه والرحيم طلعت عندي قلت نقول لك شو هضرات تبعدي ديال بنتي ونصيفطك من الحبس.
انا ما خفتش اخويا، انا كنت فاعله ما خفتش. قلت لها بحال بحال تعطيني نحب، شنو تقولي شنو تقولي للبوليس؟ قلت انا عارفه شنو نقول لهم، اوديو وكاميرا ما عندي وزيتهم تليفوني وكذا، وهذه اللي كتقولي لبنتي كذا وكذا 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 وكذا. شوف الشريفه، اشوف اخويا بدر، شوف الجرأه اللي عندي. قلت لها بنتك ما تفرقش عليها، عرفتي ديك الدري اللي كيقول لبنتها نديها نديها. يا رب سمح لنا، كتفكر هادشي هذا شعري كيوقف حق الظهر. قلت لها الشريفه بنت ما تفرقش عليها. قلت لك اش كتقولي انت، اش كتقولي؟ بقيت كنت في راس اخويا بعض التصدمات. قلت بنت ما تفرقش عليها، انا بنت متفرق عليها غير موت بهذه الطريقه اخويا بعض. عمري ما نسيت ديك المره، دريتها مسكينه والله، بقات مسكينه كتبكي. قالت لي وجا الله اخيتي، وجا الله بنتي، شنو ما بغيت نقول لك، نقول لك غير بعدي من ذاك البنت، راه هي اما هي اخت خوتها اللي كاينه بنت، فهمتي؟ قلت لك خوت راه مقداحي، راه يضربوكي وهذه. قلت انا مستعده لاي حاجه، كنبغي بيزا ما تضحيه ديال الحب، انا مستعده لاي حاجه. كنت تقولي تتفاق مع بنتك، تطلبي مني اي حاجه، بنتك ما تتفرقش عليا. قلت له فين بغيت توصل بهذه العلاقه؟ زعما انت بنت فيا، بنت فين بغيت توصل بهذه العلاقه؟ هكا قلتها لي وكتبكي. قلت شوفي انا بنتك، بنتك ما جيتش للدار خطفتها لك، تكرا عندك في الدار. انا بنتك، شوف انا بنتك ما غنأذيها، ما عمري ما غنأذيها، ما عمري ما غنمسها، انا غير خليني معاها. قلت لها بحال نخليك معاها؟ قلت لها خليني معاها، ما تفرقيناش وصافي، هادشي اللي عرفانك. الساعة تصم عندي خويا بدر، انا حسبني غير فهمتي، حسبني غير عباط في الحب ديالي. هي خلاتني في الدار، مشات للكوميسارية. ديك راس قالت لهم شنو واقع شنو واقع شنو واقع. قلت له قول لها واش عندك نمره ديال السيده هذه؟ قلت لهم عندي النمره ديالها، عيطوا لي البوليس. انا فتحت الابل اخويا بدر، كانت الصدمه ملي قال لي الكوميسير خلط علينا الدائره الفلانيه الفلانيه، يعني بلا ما نقول الرقم ديالها. خلط علينا الكوميساريه، خلطت اخويا بدر عندهم. اسف خويا بدر ديك الساعه راني محسنه، هو ما فهمتي يعني الهضره اللي اول ما شافني البوليس بغى يفزق عليا اخويا بدر. يعني ملي مشيتي محسنه واللباس ديال دري، يعني هذيك الهضره اللي قال ديك الامور بصح. لا 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 لا، ولكن سمعني سمعني. واحد الكوميسير فاش وقف حتى حتى بحال اللي بحال اللي استفزيتو، شنو قال لي؟ قال السيده اللي مديك لاريه ديالي، قال حيت سكينه السفليه والثانيه، قال لي انت تقيل تحت، اجي اجي طلعي انت معايا الفوق، طلعت معاه من فوق للفوق. قال لي زعما شنو هادشي اللي كديري فيه انت، واش فرعنتي؟ السيده جات تشكي لك بنتها، تقول تقول لها ما تتفرقيش على بنتها. حيت انا بحال اللي طلعت اخويا للاخر للثانيه، وشفت عباد الله مشدودي وداك الشيء، حيت كاين الناس اللي مازال ما داروا الدائره الكبيره اللي غيتشدوا فيها، كاينه غير فهمتي، راه فهمتيني يعني عاد في حاله 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 الاعتقال، شدك الجو ولا نضوخ. قلت حبس، يعني بديت كنتراجع في هضرتي فهمتي. قلت لها سيدي داك السيده اللي كنضحك انا وياه في التليفون، حنا غير بنات جوج بينا غير كنضحكوا وكذا، وهذه غير الام ديالها مشي فتني هكا وهكا، وراه كنا مات هذه. المهم سلك راسي خويا بدر بالريب ومزاوجه، ما نكذبش عليك، يدي البوليس يلسه من هنا ومن هنا. قال لي قال لي شحال في عمرك؟ قلت له سيدي 21 عام. قال لي شحال في عمرها؟ طبعا عندها شي 19 ونص، يعني ماشي قاصره. قال لي شوف انا نقول لك واحد الهضره، قال لي نصيفطك تبع بحالاتك، ولكن اقسم بالله من بعث محمد ولا جات شي ديك لاسي عند هذه المراه هذه اللي نيت على بنتها، اذا نغبرك بهذه الطريقه هذه. المهم المهم واش دورت هي الفلوس ولا ما عرفت، ولا فعلا كان بوليس يعني كي دير المهمه ديالو، المهم هددني. طلعت اخويا بدر للدار، بقيت كنفكر في هذيك الهضره هذيك اللي قال لي البوليس كيفاش ندز البنت بلا ما نمشي، حيت البنت صافي تورقات في الدار. يعني الام ما خلاتهاش تما، حيت الام كون جات عندي قلت لها نتفرق على بنتك كتحبس حتى تما، هي قالت لي في التليفون، قالت لي كنت بنتي طلعت عندك وقلتي لها شنو شنو، انا بقيت بحالتي نهضر مع بنتي، انت كتهديني كتقولي ما نتفرقش على بنتك، يعني انت كتقلبي على المشاكل. مشات قالت لخوتها، هي ما قالت غير خوالها، قالت لهم شنو واقع لي وشنو واقع لي وشنو واقع لي. المهم هما كيجيو عند البنت، هي هذه البنت اللي معاها انا، كيجيو عندها كيقول لها شنو شنو، ما كتنكرش هي، هي كتقول كنبغيك وانا كنقول كنبغي، يعني بجوج بينا ما نهكرنش اخويا بدر. يعني انت هي انت هي ولات تقولها لهم؟ اخي في البدايه اخويا بدر انا نقول لك شنو يخرج من هذه البنت، باش اي بنت كدعي مثليا غتحفظ الموقف واحد النهار، يعني تحبس ترجع مشاريع تفراني. راه ما كاينش، راه الحرام كيبقى حرام، راه عمر ربي يسهل عليك وخرجك من واحد الطريق اللي ديجا قبيحه. مزيان. المهم قلت لك بدر صافي، فاش طلعت كنبقى زعما كيفاش ندير نوصل لديك السيده، كيفاش ندير نوصل، حيت انا وياها خدامي في محل واحد ياك، ولكن فاش فاقوا بها عائلتها خرجوها من الخدمه، بدلوا لها النمره، قالوا لها بدلوا لها النمره، وقالوا لها هذه النمره ديال ليلى راه سمعها عندك في التليفون، حيت الناس شويه واخا كبارين بحال اللي مكلخين ولا ما نعرف، ما قالوش راه البنت تصطى لي واتساب بشي طريقه اخرى وتصيفط لي، يعني خصهم غير ديك النمره هذيك ما تطلعلهمش نمرتي انا عندها تما، فانا طلعت لهم حدا ما طلعتش تما، ما كنهضروش.
صطالات البنت واتساب وحده اخرى صيفطات لي منه، درت عليا سميه ديال وحده من صحاباتها، وانا بلا عجز عليا زدت البروفيل ديال وحده من صحاباتها درتها في البروفيل ديالي، يعني واخدين راحتنا في الهضره. هما واخا كيطبخوا ويهضروا بزاف، انا البنت مازالين في كونتاكت، مازالين في علاقه. واخا خويا بدر المهم دوزنا اللي كتب لنا كنا كنسلتو خرجوا من هادو، ما كنخرجوش من القديمه الدار، انا ولادي ما كنتلاقاو غير في الدار، يعني كنديروا داكشي اللي كتب الله اللي نيشان نقول لك راسكم فاهمني، كنمشيو معايا للدار وكنوليو نخرج. ما كيعمرش حد حصلنا في الزنقه، زعما كانوا كيقولوا حد الان راه علاقتهم حابسه، حد الان علاقتهم حابسه. المهم بقينا هكداك في الخفيه في الخفيه خايب هضر. المهم دوزنا اللي كتب الله صراحه الله، راه دوزنا مده انا وياها. واخا خويا بدر غنبدا نحمسك شي شويه حيت غندخل معاك في القصه ديالي ديال الصح. واحد الصباح اخويا بدر فايقه مع العيال ديالي غادي نخدم. واحد النقطه هي اللي بقات لي، نيت هاد البنت هادي ما كنتي شتخونيها، كنتي غدا معاها بجديات، ما عمرك شتي شي بنت اخرى؟ لا 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 خويا بدر لا، انا قلت لك اللي قبيح كله ماشي مخلص اخويا بدر بهاد اللغه هادي، ولكن انا كنت فرعانه في الاول، يعني هاد السيده هادي فاش دخلت لحياتي وشدت فيها داك الشوفه ديالي قبل ما قلت الدري البنت فرقت داك الشوفه هكاك عزيز، يعني السيده كتعطيك تلبي لك اي حاجه، يعني ما غاديش نشوف انا في جهه اخرى فهمتي، بحال جات تلبي لك اي حاجه من غير انك تغلطي معاها وداك الشيء. اهتمام، نهضره في التليفون، المهم كاين شي حوايج اخويا بدر كتديهم لك البنت اللي كتكون بحال ما نقولوا بنت صبع راجل كتراضي راجلها فهمتي. دابا هي فاش كنت تهضر معاك تبقى تعيط لك كدري ولا كبنت؟ مثلا احبيبي ولا حبيبه؟ صراحه لا 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 صراحه ما كانش بيناتنا هادشي، كتعيط لي عادي بصفه الانثى، كتبقيتي مزيانه حبيبه اش كدير دابا؟ لا لا ما عندناش هادشي ديال زعما انا راني كنقولها قولي لي انا راجل، لا ما عندناش هادشي هذا، كنتحس انا وكان كلشي، ولكن انا من الاول عارفه راسي راسي توا فهمتي اخي بدر، ما عمري تقبلت شي سميه ديال شي دري وقلت انا هو فرعون ولا لا، كاش عندي داكشي هذاك. المهم اخويا بدر فاش قلت لك واحد الصباح اخويا بدر فقت مع 8 الصباح بحال الايام العاديه غنفيق باش نجهز راسي باش نمشي للخدمه. في الخرجه اخويا ديال الباب جاتني واحد الدوخه ماشي نورمال، قلت اعوذ بالله مشيت راجل ما طونسيو هذا ولا شي حاجه، شي دوخه اخويا بدر عرفتي شنو الدوخه اللي كتحس بالدنيا كدور بكم انت مازال في بلاصتك. المهم رجعت للدار قلت للوالده قالت لي ما تديري شويه ديال الماء وسديده الله يكون الطونسيو ولا شي حاجه، هبطت اخويا بدر على داك الكاس مشى مني داك الشيء، قلت يمكن الوالده عندها السهره غير الطونسيو، مشيت اخويا بدر لخدمتي. انا اخويا بدر جالسه في الماكينه ديال الخياطه، انت كتعرف الخياطه كتعرف الماكينه ديالها كي دايره بحال شي بيرو كتكون صوت منه ماكينه. جالس اخويا بدر وانا هكذا حنيت ويبان لي اخويا الدم فوق الماكينه، لقيت راسي رعفت، قلت يا على صباح كي داير صباح الدوخه دابا الرعايه شنو عندي انا؟ المهم ما راك عارف اخويا بدر ملي كيكون الصحه عزيزه على بنادم راه ما كتفكرش شي حاجه راه عندي وعندي، كتقول يمكن ستريس يمكن الفاتيكه ديال الخدمه ولا شي حاجه. قلت هذا ما نويت، قلت للمعلم قلت له غادي نحبس نمشي بحالي للدار شويه راه يمكن مع الصيف راسي سخن شويه وداك الشيء علاش عرفت. المهم كنعطي الاعذار راسي اخويا بدر اللي قنعوني بلي راني مزيانه. مشيت اخويا بدر للدار تسكيت شي شويه وليت عرفت رعفت ثاني، كتجي عندي الاخت الكبيره ديالي صافتني غرقه في الدم ديالي وانا ناعسه اخويا بدر ما دريتش بلي راني راعفه، شفت خوتات انا مطافجه قالت لي واش انت ماشي هادشي هذا خارجك من نيفك؟ قلت لها علاش شنو كندير اخويا؟ خدمتني هي كانت بيضه ولا تفات كالدم، قالت لي انت طلعي للطبيب دابا، قلت لها يلا اختي اصلا ديجا الصباح ما حسيتش براسي هي هذيك راني تنخدم وخليتها اليوم ما حسيتش براسي ماشي هي هذيك مشيت ليه، قالت لي نوضي نديو فيه للطبيب. صافي اخويا بدر طلعت الطبيب راك تعرف هنا عندنا غير مركب فاس. طلعت اخويا للطبيب دخلت عند واحد الدكتور مستعجلات بالليل، يعني انا تعلمت نطلع بالليل بشي انا وبيا شويه النهار كتكون شويه قضيه عندهم مرونه. طلعت بالليل قلت له الدكتور ها باش حسيت ها باش حسيت ها باش حسيت، شاف فيا خويا واحد بعض واحد الشوفه جاتو غريب جاتني غريبه، قال لي كيفاش كنت حاسب هذا الشيء؟ قلت له غير اليوم، يعني كانت السيمانه اللي فاتت كنت حاسه براسي بحال اللي عيا يمكن بوصفور كويت على بوصفور ممكن تحس براسك بحال خلفك تلوحيها وانت حاسه براسك بحال كتلوحي 10. قال لي غادي نطلب منك واحد ديري واحد ليريم على راسك، وفاش غديري ليريم على راسك غديري لي واحد ليزاناليز غنصيفطهم للخارج. قلت الدكتور زعما هاد الهضره هادي كمان كتقول لي زعما راك خلاتينا دكتور زعما شنو غيكون عندي كاع؟
قال لي لا باغي ديري حيت شويه ملي كيكون نزيف ديال زعما الرعيف ملي كيكون شويه نزيف كتبقى شي توقعات اخرى شي توقعات اخرى. الو معايا خويا باقي عافاكم كلشي دير جيم كلشي دير بارطاجي كل واحد يكتب المدينه ديالو نشوفوا شكون اكثر مدينه تتبعنا في هذا اللايف هذا عندنا فيها المتابعين كثر كل واحد يكتب المدينه ديالو جيم بارطاجي كذلك كلشي بارطاجي هذا في ستوريا ديالو مع مده ما درناش اللايف اللايف راه مبلوكي وكلشي بقى يبرك على قلبيه بوجيم صافي الاخوان شكون هي المدينه اللي طوب تنسمعوك اجنات تنسمعوك واخا خويا بدري كمل كمل انا بغيت نتاكد من الابل باش مازال كاين مزيان اخويا بدر تنسمعوك قلت لك اخويا بدر فاش قال لي غديري ليريم على الراس الناس اللي كيعرفوا ليريم راه يكونوا عارفين كيكون بحال السكادي انا ودي لي واحد التحاليل وكذا وهادي وعندي واحد الشك بشي حاجه ولكن يعني اليقين غيقولوا لنا غير في السكادي في ليريم وفي التحاليل قلت له دكتور واش ضروري زعما المفروض نديرو في هذه الليله هذه وكذا قال لي اصلا هذا الويق اللي نعطيه لك ايرجو فهمتي يعني هذا النزيف اللي عندك راه ما كيبشرش بالخير ولكن خصنا نديرو ليريم ضروري ما كتسكر اخويا ديك القصه صراحه ما بقاتش كفاش ذكريات هي هذه والله عطي الصحه اخويا بدر كنز المهم اخويا بدر درت لا غد ليه مع 6 الصباح درت ليريم ديال الراس كانوا نورمالمون كيخرج على شهر ولكن انا حيت كتب لي الدكتور ايرجو خرجوا لي على 15 يوم ودرت شي تحاليل درتهم للخارجه غير هي بالصدفه الدكتور اللي طلبهم مني ما كانش كان الدكتوره مرا المهم فاش شديت اخويا داك ليريم بالرابور ديالو كلشي ما درت لها ترجمه ما قريتو ما والو يعني انا من الاول ما شدتش فيه الوسواس وتتقول شي حاجه خفيفه ما كاع الا كان انا قلت زعما لحد حدا غيكون عندي شي قيحه هكا في جبهتي مع الماء ولا شي حاجه شي حاجه خفيفه غتكون فاش اخويا بدر كنطلع من الدكتوره شي ساعه ديال المكان اللي كتشوف داك لي كليشي ديال ليريم كتضوي عليهم فاش كتضوي عليهم بان شي لي طاشي ماشي هما هذوك في مخي ولكن ما ديت ماش تقول الدكتوره اللي غتعرف داكشي ما عندي ما نعرف داكشي كنتسناها ترد عليا انا جالسه فوق الكرسي اخويا بدر ما نكذبش عليك ديك الساعه كان قلبي مقبوط ولكن واخا هكداك سبحان الله العظيم ما كتنويش بلي غتمرضي حتى شي نهار مع التفرعين ديالك ما كتنويش حتى غتضري شي نهار المهم حتى داكشي هذاك وحطاتو دورة شجال عندي قالت لي جلسي زعما ارتاحي ما تبقاش هكداك تجفي بحال اللي بغات تريحني نفسيا قبل ما تعاود لي حتى شنو عندي وانا قاطعت زعما قبل ما بدا داكشي ديال الشفقه وداك الهضره اللي كعرف دير الدكاتره واللي الناس خايفين ما عندك والو هنا قلت لها دكتور جيني من الخرش ما عندي حيت راني جالسه على اعصابي قلت لها شوفي عندك سرطان في الراس عرفتي خويا بدر فاش قالت لي سرطان في الراس تخيل معايا ديك الكلمه تعاودت عندي 10 مرات في مخي انا سمعتها بوني ولكن دماغي بندي مريض براسو مخي اللي مريض ما تقبلهاش قلت لها دكتوره قولي لي اي حاجه ما تقوليش عندك سرطان دكتور ما قلت لي عندك سرطان في الراس واو 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 كذبش عليك سخفت اخويا بدر رشات الدكتوره الماء عيطت لهم واحد جوج بحال الفرمليه كيهزو لي مالادي دوك التخابيق هزولي داروا لي شويه ديال الاكسجين بحال جاني بحال شد كل الكريزه درت شويه ديال الاكسجين لخويا بدر على مثبت نفسيتي عاوتاني شويه ورجعت لعندها الدكتوره غيقول لي زعما واش هاد السرطان واش زعما غنبرمنا كنسول غير الحياه شو الغريزه في حال العظم ديال الباقه خصني نتورث واش غنبقى حيه صافي هذا هو المهم عندي قالت لي شوفي انت عاد في البدايه ديال المرض يعني انت داك اللي طاشي ما عندكش زعما بالنسبه للعبر ما عندكش شي حاجه كبيره يعني نقدروا نقول ان شاء الله مع الوقت وهذه هي العمليه قالت لي عندك عمليه باش تنجح عندك واحد قالت لي النسبه ديال النجاح عندك 1% يعني العمليه ديالك تقدري تموتي يعني ما غنسكتش بك بالعمليه غنجربوا شي مليون اشعه ونشوف فين غتصل الامور وغنبقى نديروا لي ريم كل شهر ونشوفوا داك الكليشي داك الكليشي اللي طاشي شنو فين وصلوا عندك واخا الدكتوره قالت لي يلا شوفي اي دواء عندك غتلغيه اي دواء عندك في الدار كتشربي غتلغيه ثم اسبريتري ما تشربيهاش لحقاش غنبداو نديروا لك حصص قلت لها واخا الدكتوره مشيت اخويا بدر عرفتي شنو فاش كنفكر ديك الساعة كنفكر في ماما والبنت اللي كنبغي واخا المرض
واخا الماضي اخويا مازال مفرعنا، نفكر في البنت حق اللي غنبغيها نرملها. تخليها مثل الراجل زعما. اخويا بعض ما كاينش اللي يحن فيها بزاف ديال الحوايج. انا نقول اخويا بدر شوف ما كيسمع كيعرفني حتى واحد في وجهي، نقول الحقيقه اخويا بدر، نقول داكشي اللي وقع لي، علاش نافق راسي؟ خذ راحتك. واخا اخويا بدر عيطت له في التليفون، تبعت هي كنت عارفه اني عندي الطبيب، وعارفه عندي زعما داك النهار اللي دوزتو ديال الرعيف، وهذه يعني عارفه لي ديتاي كامل اللي وقعوا لي داك النهار اللي كنت مكتشف المنطقه. يعني باسا كنت كتسنى ديك 15 يوم ديال ليلي بفارغ الصبر. عيطت لها في التليفون قلت لها اش لانا راه تصاب عندي سرطان هاد اللغه هادي، ويلي وكدا وهادي. المهم ردت لي شويه، جاتني بارده، قلت واش عليك جاتني بارده بالنسبه لوحده كتبغي وحده؟ ردت فيها البارده شويه، دخلت لي زي الدين الله يفاجئها، ودابا ربي شافي شويه. قالت لي ودابا المهم راه عندي، حيت كانت بدات الخدمه، قالت لي راه المعلم راكي عارفه كيدور في العين على التليفون، غادي نقطع معاك دابا بلاتي نتصل بك. وانا كنت كنتخيل بلي مي غتسمع داكشي غتقدر في شواطها، ويلي ويلي كدا وهادي، سمح في الخدمه في العالم. لا خويا بعدا خصها تقطع حقاش المعلم كان حداها. ما عليناش، مشيت للدار اخويا بدر تقريبا بيومين كانت مديكلاريا ليا الطبيبه بلي غادي ندير الحصه. تخيل معايا النهار الاول اللي كتشفت المرض كانت عندنا بحال الكرازه في الدار، كتعرف العيالات وحنا المغاربه بدات ملي كتضوا الاخبار كيبقاو يجيو عندك وكدا وهادي، ما دايرش بالك، وعيالات حبايبي عيالات عمامي كلشي تكب عليا انايا. المهم اخويا بدر فاش قربت الحصه ديالي دخلت للطبيب ونصني عليها هي، قلت لها زعما رحمك الله اخويا بدر، قلت لها زعما ما كرهتش زعما تبقي معايا في الابي، حسبي معايا زعما داكشي ديال زعما ديال الطبيب ودخل عندي ديال اخويا بدر، زعما راه حنا كنصارعوا الموت ومعانا اللي كيوقف معانا هادشي كله. اخويا بدر كيف نقول لي باغي تخرفق في التلميذ تضر صحتك؟ عرفت شنو قالت لي خويا بدر؟ قلت لي لا بلا قلت لي جنة الأحسن نسالي. قلت لها علاش شيك لاباس؟ قلت لي صافي وبقيت تخلي في شي أعذار لا علاقة. حقا ما حقا راه الوالدة بدات كتنتبه لهاد الواتساب، وبحقا ما حقا البروفيل وكدا وهادي، وراه مشات عارفة داك البنت اللي نسيها في البروفيل، بدا كيدخلوا لهم شوية الشكوك، راه يمكن نزوت التليفون. وانا ديك الساعه داك الانسان اللي متفهم فهمتي، قلت لها صافي ديري اللي كانت، المهم ما نتفارقوش فهمتي، يعني سامي فريمون الموضوع واصل لوالديها وكذا وهادي، هذا عذر عطاتو لي وانا سيقتو. تمسح الواتساب ديالها، دخلت اخويا بدر على الحصه، كنصوني في التليفون في القهوه طافي، كنصوني على الوالده من الدار، هي كتقول لي كيبقيتي نقول لها واش ما جاتش عندي فلانه للدار؟ لا ما خلات ما جاتش عندي كاع في مره، ما صونتش عليك انت؟ لا صافي واخا، حيت الحصه اللي كديريها كديريها بحال دابا تدخلي مع 6 الصباح ولا 8 الصباح، كتسالي في العشيه كتعطي بحالاتك. حيت ديك الساعه في واحد الوقت وانت كتفهمتي كتمشي حتى للرباط، اما دابا الحمد لله ميستر كلشي راه كلشي في مركب، ديري الحصه ديالك عادي وتعطي بحالك. هي الحصه الاولى كانوا بيتوني فيها، كانوا كيخافوا يبقى شي مضاعفات، بيتوني الليله الاولى. شحال كانت في عمرك ديك الساعه فاش كنتي؟ شحال كاش في عمرك؟ 24 عام. اها يا ديك اخويا بدر جاتني غريبة، قلت زعما واخا هاد المشاكل هذا كامل راه على الأقل تسول فيا بشي نمرة، حيت هي كانت وغير معايا أنا اللي مقنوعة معينا معايا أنا، ولكن هي واخدة حريتها، البنت تقدر تمشي فين ما بغات، راه أي واحد شدت له التليفون قلت له أبي راه يعطيها أبيل، بالنسبة لشي وحدة اللي أول اللي غدير الحصة ديالها وغتبات في الطبيب. المهم أنا بقيت كنعطيها الأعذار أخويا بدر، اتصل اعذر بزاف، ما بغيتش نقول بديك السيده قبيحه فهمتي، ولا تخلات عليا فوق الضعف ولا هادي، عرفت بزاف ديال الاعذار. المهم اخويا بدر رجعت للدار ديك الساعات، شكون اللي كنلقى اخويا بدر؟ خوتي والديا، ما داكشي ما كاينش. المهم واخا هكاك اخويا بدر وليت هبطت عندها الخدمه في خدامه هي، بقيت خرج عندي واحد الدري قلت له كلم لي فلانة، خرجت عندي هي، عرفتي خويا بدر كيقطع المكياج كتقطع الشعر وكدا، ما عندهاش شحال هادي شي وحدة حازمة ولا مقلقاها شي حاجة.
مين ما نسالكش داكشي اللي شفت انا زعما بغيت هي نعطيها العذر ونبقى زعما راه عادي انا براسها ودور براسها انا مازال ما نمت واخا قلت لها نسيتي كنت هاد الوقت هذا كان وحق راكي عارفه الوالده وهذيك دا هادي وانا نشوف اخويا هز التليفون في يديها انا ما عارفش نوقع عليه هزيت لها التليفون هزيت التليفون من يدي فهمتي بحال طفله الشوله ما عادش عارفه الكلمه السر دخلت اخويا بدر وكندخل الواتساب ليش انا كنلقى واحد كتب عليه مماغي هكا بهذه الطريقه هذه كندخل اخويا بدر الهضره ديالو معايا بغات تسجل التليفون وقفت هي كتخاف من الشوا مع الخدامه في البلاصه اللي خدامه فيها خافني نغوت عليها ولا نتيس فيها تما ولا شي حاجه بقات غير كتزجف خلاتني وخديت راحتي في الهضره ولا كنت متعمد اني نقرا داكشي باش نعطيها التسعه ديال بصح ما عرفتش المسيده حبستها ما دخلاتش بقيت اخويا بدر كنقرا 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 نفس الكلام اللي كان كيتقال لي كيتقال لواحد اخر واش دري ولا بنت دري اخويا بدر دري تقولي لي شفتها تهضر مع دري اييه صافي فهمتي اخويا بدر ملي كتوصل لواحد واحد سميتو يعني انسانه يعني انسانه عندها مرض موت هذيك فهمتي ماشي انسان يبقى يتسنى يمكن جاتها صعيبه تبقى تسنى كاع كتقول هذا الشيء يعني 3 شهور ماكسيموم 6 شهور اوكي تمشي الانسان تنسنى هذا الوقت هذا كامل ومرات صحتي تشكي راك عارف هي غربة تبارك الله كانت خفيفة هنا تولي تحسي بالغيرة لا غير غير ما عندهاش علاقة حط راسك في هذا الموقف اخويا بدر سنين شنو غيرة كتبقى واش منه وخاصة فاش تكون الصحة اللي لعبة دور ماشي يعني انت براسك انت اصلا ما عارف راسك واش غادي واش غتبرا ولا ما تبراش يعني يا ساغة تموت وانت دير الكية في قلبك اصلا فاش كنت طالعه مهم عطيت لها تليفونها عطيت لها خويا بدها تليفونها وانا اصلا مريضه راك عارف حصه الاولى راه عرفتي كي وليت رجعت عند المصحه ديالي كتدخل اول مره كتدخل الدول داك وانا ما كتكونش سهله صراحه المهم كنت حاكمه ني الدوخ حاجه وحده قلت لها دعيت الله اللي خلقك وخلقني دعيت الله سبحانه وتعالى قلت لها هذا الشيء كله خرج منك قلت لها اختي راه ضروري راك عارف سنه الحياه ضروري خصني نتزوج وكذا وهادي وهادي وما حساش براسها خويا بدات تفلطات بك كيما اصلا انت مرضتي انت مرضتي حنا كنا عارفين راسك مرضي بواحد الطريقه عامره شر اخويا بدر وانا عرفتي يا خويا بدر ما بكيتش ما عرفتش علاش ما نزلوش الدموع كاع باقا مصدومه كنشوف فيها كل كلمه كتخرج كنقول واش هذه هي السيده بصح اللي بغيت تسمعي هذا الوقت هذا كامل مسيقاش اخويا بدر قلتي فين ما دات لها السحر وتقلبت عليا ياك ما بقيت غير نخربق هيك نخربق شي جمله مفيده في دماغي ما كانتش تسمعني اخويا بدر تسمعك تسمعوك مزيان جنات عندك شكون واش كتسمعني مزيان تسمعوك مزيان ما عرفتش واش الناس تسمعوك الاخوان تسمعوا جنات مزيان لك كنتو تسمعوا كلشي خليها في لي كومونتير وكلشي يدير بارطاج كلشي اي واحد يتفرج يدير بارطاجي وقلي باش ما يوقفش عفاكم كملي لي اخشي المهم قلت لك اخويا قلت لها خليت لك الله شي نقدر نقول لك وطلعت بحالاتي في الطريق المحل ديالك وين بعيد من المحل ديالنا غير بشويه عرفتي ديك الطريق اخويا بدر كتبان لي بحال اللي غاديه مسافره من مدينه لمدينه ما حساش براسي هي هذيك في نفس الوقت مصدومه في نفس الوقت حتى باش نقول انا نوقف من الصدمه ونوقف على رجلي ونكمل ما عرفاش اخويا بدر شنو نبقى بالحياة لا ما نبقاش بالحياة يعني طلبة قالت لي في الله بهذه الطريقة هذه قالت لها ندير لك هذا الشيء هذا ولكن في الله باش تقولي العملية ما يمكنليش نديرها لك جاتك البلاصة ديال المنسيس في واحد البلاصة اللي حساسة ما يمكنليش نفتح لك فيها يعني انا براسي ما عارفاش ما عارفاش باش نحس ديك الساعة حاسيسي كلها مخرقة وين حاجة وحدة كنعرفها بلي ديك الانسانة بينت على الشر كله اللي عندها واش هاد السنين هذي كانت كتكذب او اللي كانت كتمثل انا ما عارفاش المهم ديك السيده كانت حدايا ديك النهار انا ما عرفتهاش طلعت للدار اخويا بدر بقيت كنعطي الاحضان راسي يمكن عندها شي حاجه وحده اخرى انا يمكن عندها شي حاجه وحده اخرى لا هاد البنت ما تكونش الخطره وليت اخويا الله غد ليه بطل عندها عاوتاني دقيت عاوتاني خرج عندي المعلم ديالها عاوتاني كلمني فلان خرجت لعندي اخويا عاوتاني بنفس الطريقه من الدره قلت لها شرحي لي داكشي اللي وقع البارح قالت لي زعما راه شتي كلشي بعينك راه جيت من الاخر قلت لك راه واحد السيد راه جا حق لدارنا وراه غادي نتزوج
قلت لها راكي عارفه انا شنو عندي دابا حاليا، انا محتاجه لك. اخويا دير لي راسك صافي للقياس، عرفتي كتكون مريضه كتسكري تقلب على اللي وقول لك المحنينه. قلت لها انت وقد لي اختي داكشي ديال الله، انا ما عندي ما ندير لك بابا حاجه وحده، كنعرفها راضي بيها حاليا صافي. شحال من سنين وانا كنكذب على امي، دابا حاليا بيني وبينك صافي ندمت على داكشي كامل وبغيت نكمل حياتي وكذا. وهادي بغيت اختاريتي غادي لقيت هادي بالذات. ما قلت لي ما ماشي اختاريت، ولكن صافي من الاحسن انت هانتي مرضتي. قلت لك كلمه، قلت لها الكلمه قلتيها لي البارح، قلتيها لي اليوم حالاش بغات تبين لي زعما باللي فهمتي اخويا بدر ولا راه دايم غير الله. نقولوا هي بحال اللي حست هكا، ولكن هاد الكلمه هذه خويا بدر لعبت الدور في حياتي كبير، ديالها انت مرضتي بهذه الطريقه هذه. طلعت اخويا بدر، دخلت لبيتي، سديت الباب، بقيت كنبكي اخويا بدر. عرفتي نفس الدبكه اللي بكيت على بابا الله يرحمه، بنفس الطريقه، بدا بنفس لي بنفس كل شيء. بكيت اخويا بدر حتى صافي بقيت كتنزل حتى معايا يمكن عينيا نشف. وكنطيح اخويا تالله، كنقول يا ربي الحبيب خرجني غير من هادي، خرجني غير من هادي ربي الحبيب. وانا ندير وندير وندير، عرفتي كتكون ضعيفه اخويا بدر، كتوعد الله سبحانه وتعالى يفك كامل حاجه ومازال دير ودير ودير ودير. ما عرفتش اخويا بدر واش كانوا بيبان السر مفتوحين ولا ما عرفتش الدعوه ديالي تقبلات اخي بدر. المهم درت الحصص ديالي، موراها مباشره دات لي ريم. دخلت عند الطبيبه عطيتها لي كليشي، شفت فيهم استغربات، قلت لي سبحان الله العلي العظيم كنت كنامن المعجزات امنت بيهم. قلت لها علاش الدكتوره فرحيني معاك؟ قالت لي تقريبا عطي واحد النسبه ديال يعني لي طاشي اللي كانوا في راسي بداو كينقصوا بواحد النسبه اللي كبيره. قلت لها دكتور ما حتاش العمليه؟ قالت لي لا ما تحتاجش العمليه. قالت لي غندير لك غير واحد اربعه الحصص واحد اخرين وغادي يسهر ربي الحبيب، يمكن كاع ما تويش ديري الحصص زعما تبقى ديري وتاخدي غير واحد الدواء، تاخدي غير واحد الدواء بهذه الطريقه. قالت لي تاخدي واحد الدواء بقاو في الكونترول. ضحكات قالت لي بقاو في الكونترول. اختي خويا بدر هاد الكلمه هادي انت انا قد ما فرحاتني قد ما فكرت داك الدعاء ديال داك الليله، حيت بديت كنصلي اخويا بدر وبحال اللي كنهضر مع صديق ماشي مع ربي الحبيب. نقول فكري غير من هادي ربي ومازال ندير الوعود اخي بدر، الوعود 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 الوعود. قلت يمكن يمكن الدعاء ديال داك الليله تقبل، ولكن انا شنو كنت كن ولا اه ولكن انا شنو كنت كنواعد بلي هاد الطريقه من بعد منها وملي خصني ندير وندير 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 اخويا بدر باش نكمل على داك الشيء هذاك. المهم خيبات اول حاجه دخلت للدار، فرحت الوالده ديالي مسكينه بكات بفرحه وبطت على رجليها بس وقلت تهربك كان لعب دور ربي بتي. المهم اخويا بدر دخلت للبيت، اول حاجه مشيت لذاك الماريو زيت اخويا بدر داك الحوايج كاملين اللي كانوا عندي ديال الدراري، لحتهم واللي حرقته حرقته اي حاجه اي حاجه عندها علاقه بداك الشيء حيدتها. دخلت الفيسبوك ديالي كلهم زولتهم، البنات كاملين اللي كانوا عندي نوامرهم بدلت النمر فما تكونيكتاش معاهم باش ما نقلع في حتى حاجه حتى حاجه. في مره واللي سولني على شعري ما كانش ديك ليله المرجله، ليله اللي قضى عليها الشيء والاشياء لا اقل جنات اكثر. جنات جنات ما تنسيش السميه جنات، كملي جنات. مشكله هادي حساري تقريبا راه القصه ديالي يعني بالنسبه للواقع عارفينها كل شيء، يعني الناس المقربين السميه غتبرزتني ولكن ما كتمسحش اخويا بدر. لا والو صعيب ميمكنش، ماشي مشكل ماشي مشكل اخويا كملي جنات. قلت لك المهم قلت لك اخويا بدر بديت غير شويه بشويه. اول حاجه درت اخويا بدر هو دخلت للجامع اللي عمري حتى سجل اخويا فيه، حتى جاتني غريب اول مره كنشوف الجامع بعينيا، اول مره كندخل في وسط العيالات وكنصلي بدره. كان احساس زوين اخويا بدر، كان احساس واعر كيحمق حتى اخويا بدر على احساس زوين تكون في وسط العيالات هكا كتصلي واحد البلاصه اللي عمرك كنت كدوز محداها ونسد الكتمه ونفودني كاع ما مسوقش واش راك حدا الجامع والموتور وكدا زعما صليبه. جاني احساس زوين اخويا بدر وعجبني لدرجه انني ما كنت لاختك ساعه لا خدامه لا والو، مازال مريضه والحمد لله ربي سهل حتى في المصرف ربي سهل فيه، كانوا الناس كيعاونوني ومحسن ربي سخر لي في كل شيء من ناحيه المرضى ديالي من اصل زيرو ربي سهل لي في كل شيء. اغلبيه الوقت كندوزو في الشارع وعجبتني ديك الحياه اخويا بدر، عجبتني ديك الحياه بزاف. واه اخويا بدر الا راه حسيت بيها الراحه اللي ما حسيتش بيها حتى ملي كنت صعيبه وصلايبه، كنقول انا صلايبه كنت كنجي اللي كنقنط ديما قلبي مقبط عليا وديما صدري مزيه، ولكن تام بالمرض وداك الشيء وقلبي ارتاح.
مي مخا خويا بدر جربت انا التسبيح في يدي، جربت انا نقرا القران، جربت انا نصلي على النيات، هادشي كله اللي ما كنتش كنعرف نديرو اصلا. النهار الاول دخلت للجامع قالوا لنا الصلاه على النيات، ما عرفتش خويا بدر كي يدير، بقيت كنلتفت لعباد الله كي كيديروا، حيت ما كنت كنعرف، ما كنتش كنعرف تلعبها بحال شي يهوديه بحال شي ملحده في عباد الله. المهم اخويا بدر بدا كيكبل الشعير، بدات الامور عندي كتقاد شويه بشويه، ماشي كلشي ولكن بدات كتقاد شويه بشويه، وليت كندير نطلع عندي انا الكونترول. حبب الله سبحانه وتعالى العبد فيا، يعني حتى الطبيبه هي التاليه الحمد لله ربي سخر لي فيها، يعني ديما كتتصل بيا كتقول لي زعما بعدي من السخونيه بعدي من هادي بعدي من هادي بعدي من هادي، يعني اللهم لك الحمد. صافي بدات الامور كتقاد عندي شويه، صافي وليت غير الكونترول، قالت لي 6 شهور 6 شهور. انا شوف انا فاش كنطلع كنت كنتلاقى مع الناس اللي كانوا عندهم نفس المرض ديالي، كنت بشحال هكا اخويا بدر، طلعت مع 6 د الناس كنت كندير الحصص، لقيت راسي كنديرهم بوحديتي فيهم، هذاك 6 ماتوا ساكن الله يرحمهم، اللي عندهم نفس المرض اخويا في المخ، حيت المخ بدات حاجه قاصحه بلاصه حساسه. انا قلت لك انا كون ما كنتش دعيت ولا ما عرفتش اخويا بدر، ولكن كان يكون مصاري بحاله، ولكن الله سبحانه وتعالى هذا كن فيكم. المهم انا عطيت دعاء وعطيت وعد، ربي استجب الدعاء، خصني نوفي بالوعد، هادشي اللي كان في دماغي وهادشي اللي كنت مركزه عليه وهذا هو مستقبلي كامل في هاد الجوج كلمات هادو. بدا شعر كيكبل لي اخويا بدر، بديت كنقبطو بالبندطه انا، بديت كتقاد عندي الامور، رجعت لخدمتي اخويا بدر، رجعت لخدمتي سهل علي الله خويا بابا، جا واحد السيد خطبني واحد الانسان زعما حتى هو صراحه الله ظريف، واخا تفاق زعما انا وياه نجي مع القصه، ولكن الله يعمر زلاه واخا داك شي حاجه فوق طاقته ديال يلا. المهم السيد خطبني صافي وافقت. كنتي تحسي معاه بشي حاجه؟ كان صعيبه شويه بحال كنت حارب مع راسي، ولكن هذيك هي الواقع وهذوك الواقع خصني نتقبلو، فهمتي؟ يعني ما كانش زعما نفكر فشي راجل من قبل باش نقول راه خصني نصبر وصافي، كان هو راجل ضروري خصني نطبق مع اي حاجه، يعني اي احساس كان جديد عليا، فهمتي بهذه الطريقه هذه، اي احساس كان جديد عليا. المهم اخويا بدر كنت مرسل راجل في واحد الوقت، فهمتي؟ زوج داك السيد، هما يبداو معايا المشاكل اخويا بعض السيدة عاد فاق عليها ضميرها وفكرت بلي السيدة ما ماتتش، رجعت لحياتي عاوتاني. اول باش دخلتها قلبت على مرتي، جابتها من عند واحد البنت خدامة معايا، انا جالسة اخويا بعض حدا راجلي ويجيني ميساج فيه السلام فلانة واش نقدروا نتلاقاو، دبك علامة استفهام حيت ما عارفاش شكون، البروفيل ما كانش ديك الساعة، قالت لي فلانة، قلت يا خويا بدر مش ديك السميه بحال اللي قلبي تقبط اخويا بدر زياس، قلت انا شكون هادي؟ كملوا واش هي النيت ولا كتضحك ليا، قلت لها واش ممكن تصيفط لي اوديو زعما باش نتاكد انا، صيفطات لي اوديو اخويا بدر عرفتها هي، بقيت كنتهز اخويا حدا الراجل كنقول لك ما صيفطليش هضره ماشي هي هادي، كيما كنت مش فاهم كتدخلي الزواج راه كتولي في ذمة راجل واحد اخر، اي حاجه كتبرز ديك خاصك شي واحد ما عارفش الباسي ديالك، يعني شايف واحد الانسان اللي وما كانش عارف، ما عارفش اخويا بدر اول حاجه ما كانش عارف الماضي، كانت كتجي العفه ديالي والطهاره ديالي والدين ديالي كان كيجي فوق شي حاجه، فهمتي؟ كان كيبغيني اصلا اللي بغيت كادينك، حيت انا خويا بدر من سعيت من داك التخربيق كامل وبديت كنتبع طريق الله وليت انسانه وحده اخرى. مصيفطات لي ميساج طلعت لها بلوك اخويا بدر ديك الساعه، قلت يمكن دابا تفهم راسها من البلوك الاول، صيفطات لي خويا ديك الساعه صطلت واتساب وحده اخرى صيفطات لي بيه، قالت لي تزوجتي الدايره هكا خويا خسرت لي الهضره. ما فهمت والو ديك الساعه، قلت هادي مالها كتخسر لي الهضره خويا بدر. المهم كحس بحدا راجلي دخلت للكوزينه دوزت الابي غير بالعقل، راجلي كان ديك الساعه كيتفرج وراجلي بدا يتفرج شويه كيدير النعاس هو كيتفرج، انا كنسمع الشخره ديالو، صونيت عليا باش كيش باغيه دابا في هذا الوقت هذا كتصوني عليا واش من مسكين، قلت لك كيفاش انت ديري هكا وديري هكا، هيك عاد قلت لي عاد سمعناك مريضه فهمتي بهذه الطريقه هذه، قلت لها هذاك راه ربي سبحانه وتعالى ربي شافاني شنو غندير لك انا.
ربي شافاك، ربي شافاك راك زعما فحال بحال خصني زعما نرجع معايا هي ولا ما عرفت. قلت لها انت اش نتي دايره في بالك الموت؟ قلت لها داك راه امر بيد الله سبحانه وتعالى، انا بريت دابا وواحد الكلمه قلتيها لي انت هي اللي كانت السبب في هذا الشيء هذا كله. قلت لها واش انت حنا واش حنا عارفين انت غتمرضي، دوك انت اللي قربتي لله عز وجل، يعني راه شحال من حاجه راك وقدتيني فيها، يعني انا بس ما كنتش عارفه راسي انا مرض بحال ما كنتش عارفه راسي نقدر نموت. قلت لها خلينا من هذا الشيء هذا كامل، بغيت نتلاقاك ضروري. قلت لها شنو غتقولي لي؟ قلت لي عندي شي حاجه بغيت نوريها لك بهذه الطريقه اخويا باطر. عرفتي الشر كيهضر معاك في التليفون اخويا باطر حق الله، كتوريني شي حاجه. مشيت اخويا باطر تعمدت نضرب عليها جلابه، مشيت عندها بالفراغ هي انا اخويا حداوي كتصوني عليك تقولي فين راك الشريف انا حداك. اخويا بين الظهر مشفتي بحال ضربتيها بقرطاس، يعني واخا كنا شي حداشي انا بحال دابا نقولوا في الدرب تحتاني ولا في الشنطه تحتاني، انا ديك الطريق فاش بغيت نتوب الله عز وجل كنقول لك تتوب كتحيد تقلع على كل شيء، يعني ديك الطريق درت لها قوه باش ما نخرجش فيها ما تخرجش فيا. ملي شفتني اخويا بضرب بحال ضرب الضو، كيفاش هادي هي البنت اللي كانت كتسوق بيا الموتور فين هي كتقلب على الشعر وفصها عندي ولا دايره شي حاجه وحده اخرى من اللور. لا خيتي حاولي تفرقي عليا الله يرحم الوالدين، انا راني مرت الراجل راه الوقفه اصلا حداكي هكا غير اننا نكون خوت وصداقه راه حرام في حرام اصلا كتفكرني في شي حاجه اللي ما خصنيش نفكر فيها حتى بالخيال ديالي. قلت لي فراسك التليفون اللي كان عندي شحال هادي نعم نوصل قدر نصلح له لافيش في اي لعبه وفيه اي بغات تدخلني في الشنطه جا خايب بدر. قلت لها اها ومن بعد؟ قلت لي كيفاش من بعد غادي نرجعوا كما كنا وتحيدي علي ديك الدار وتحيدي علي ديك الحاله؟ كيفاش؟ قلت لها قلت لك كتسمعي مالكي؟ انت عارفه غير غضبانه وبغات تدخلي الغضب وداك التخربيق. غضبانه انت تذكرت اللي درتو غضبانه تلوعد الله عز وجل كنت غضبانه داش منيت كنت باش بغات تخرجي عليا وانا عارفه اخويا بدر ما قالت لا رجوله لا والو ولات غير انوثه وحده خايفه على دارها وراجلها داش منيت كي اتفق عليا لا لا عطاني اتساع وراني وصمرت الراجل في العادي منها الشريفه. قلت اخويا بدر سهرتها 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 ما تقبلاتهاش اخويا بدر ما دازتلهاش ما دازتلهاش بالطريقه هذه. سات اخويا بحال ملي كتكون في شي علاقه راه كيكون وقع الخصام ياك عاد ما تصدقش شي اوديو نتاع مع الصب كتسب فيه وكتخسر فيه الهضره وكتقول لها طلعي ولا ندير لكم فعل لكم ترك لك اجي نتلاقاو دابا ولا ندير لكم فعل داكشي كنقولوا انا ملي كنت معصبه انا وياها ولا مغنين في داك التليفون اللي قديم كان كلشي عندها كلشي عندها اخويا بدر كلشي. شدات اخويا داك خوتها الحماق بحال خوتها ما كاين غير ميكس طف امه ما كتزولش. سمعتهم اخويا بدر الاوديوات سمعتهم كلشي اخويا. قلت لهم هاد السيده انا ما كنتش عليكم انا اللي بغيت تدوي فيا دوي فيا السيده راه ضيعتني وكتخش ما نقدرش نكملها. السيده راه استغلتني بزاف ديال الحوايج وانا خصني نديني الطب اصلا ديال سفرك انت شنو هي هذا قالت لهم راه كنت كدير لي وكتفعل لي وكترك لي وانت اللي ضيعتي المهم راك عارف الدراري بصح ضيعتي لا شرفها لا خويا بغا نمشي لهاد الدرجه لا جامي صراحه ندي معنا باش بها. المهم اخويا بدر خوتها راك عارف كنت تقريبا ديك 18 عام 19 عام مازال ما عندهمش الدمعه ومازال صافي اختهم الكبيره تاقوا فيها خاصة داك الكبير داك الكبير الكبير فيهم وقيل عنده شي 26 عام بغى يسعر بغى يقلب عليا في كل قنت. المهم اخويا بدر ديك الساعه واخا واخا تزوج هذه مازال كنخدم كنعاون راجلي حيت مازال عاد بادي اول حاجه خدينا كلشي بالكريدي. واحد الصباح اخويا بدر مع 8 الصباح كنعقل عليا اخويا غادي نترزق الله ويخرج فيا اخويا خويا اخويا بدر عطاني بواحد البوليته تبرجي وشدني اخويا بدر بقى بالركل الركل 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 عصي اخويا بدر كبدني شنت في بيا راسكم كنت تدخل عبد الله اللي غادي مجين كانت تتوقع كارثه اخويا بدر اداني داك الدر وانا ما فاهم اخويا بدر والو داك الدوخه وما كذبش عليك عطاني حتى راسي اللي كان مريضه ما فاهمه والو انا بغيت نفهم شنو واقع. قال لي انت ديري اختي تفعلي اختي وكتهديها يا الدايره يا الفاعله يا التاركه يا هذه يا انا المهم شي هضره لا علاقه كاع. وانا خويا بدر مازال شدني الحكمه ديال الضربه والدوخه ما فهمت حتى حاجه ما فهمهاش ما فهمش بنت السيده راه بصح دارت هذا الشيء هذا مشات عند خوتها وكذا وهذه البنت اللي كانت اللي كانت كتحميني من خوتها وكتقول لنا لا وكذا انا كنبغيها وكذا هي راه تحرش عليا خوتها ما جاتنيش على بالي. هذا الشيء كله حيت رفضتها حيت ما بغاتش نرجع معاها لذاك الطريق هي يمكن داك الشيء هذاك ما صدقلاش اللي كانت غاديه فيه ولا ما عرفتش شنو وقع لها وتحمست مزيان وقالت صافي يمكن لي رجعنا مع السيده اصلا ما ماتتش راه مازال السرطان دار فيها والو انا نقدر نكمل انا وياها. فجات لقات كلشي كلشي تبدل ما تقبلاتهاش
المهم اخويا بدر. الو تسمعني اخويا بدر؟ تسمعك جنات. المهم اخويا بدر قلت لكم كش تدخلوا عباد الله كانت تكون كارثه. المهم تضربت مزيان وهي في هابط من الدم في امي هذه. المهم الناس فرقونا وكذا وهذه تدخلوا عباد الله دري هذا اللي ندخل الناس بحال دابا شي ناس كبارين هكا وشي ناس اللي عندهم سلطه عليهم وداك الشيء بحال اللي الدر تزعزع هرب مع واحد قال له ندير لكم فعل لكم تلقى تتعدى على وليا غادي للخدمه ما عارفين اللي كنمشي للخدمه ونجي. المهم واحد السيد اللي اختي شكون تنعيط شي واحد مع عائلتك انا ما عنديش واحد حيت كنت واكلاها صافي في الارض والدمويات وعيني زرقاء قلت لها خير خيرات دير فيه طلعني غير الطبيب حيت واحد تسنى بحال زعزعات لي قدامي زعزعات لي وانا سنك تزعزع لي الدخل قلت له استمعت ما فهمت والو خويا بدر عندك الدمويات بزاف غير الدم سخون قلت ضربني شي بلاصه ولا ما دايخه دايخه انا دايخه عيط لومبيلونس هزاتني طلعتني المركب دخلت اخويا. المهم دخلت عند الطبيب كذا هذه قلبوني ويجي واحد كوميسير كيكون في مركب كنت كل واحد بلاصه ديال الكوبوليس كيكونوا تما جا عندي قال لي شكون تعدى عليك عطيتهم اخويا بدر السميه كلشي من العنوان ديالهم بالكنيه ديالو بكلشي الفاكهه ميديكا العطاوها لي تما فيها شي 23 يوم. دابا قال لي الكوميسير قال لي غتمشي زعما البلاصه اللي تبع السكنه ديالكم غتكملي البونت تما عندهم غديري محضر كتبي ديري محضر تما عطاني واحد البرا بحال اللي مسدوده قال لي ما تفتحيهاش توصل تما كتبها لي هو. مشيت اخويا بدر داك الحاله هذيك يلاه المهم داروا لي الطوايج هكا في وجهي مسحوا لي داك الشيء بطلت انا عند الكوميسير دخلت عنده قلت له انا ما جبدت لا بنت لا والو قلت له واحد السيده شنو قلت انا في المحضر ديالي قلت خو صاحبتي خو صديقه ديالي كتخدم معايا في العمل وقال لي انا وياها حقا غنى وخو تعدى عليا هذه اللي كتبقى في المحضر ديالي انا ودابا مشكله البلاصه اللي ضربني فيها ديجا فيها الكاميرا يعني حتى الكاميرا شافوها. المهم فاش دخل الكوميسير ما عادش اللي كتب لي في المحضر هو مشاو ديك الساعة قلبوا على الدري جابوه طلعوا ديك الساعة طلعوا مشاو لحومتو حيت عقلهم دول وكازا شوفي كيسكنوا داك الشيء جابوا الدري قالوا قابلونا بجوج بيرة وما كاين لا اعتقال في كلتا الحالتين كاين لا اعتقال عنده هو يقول لهم راه الشاف تعدت لي على اختي وكذا وعندنا الادله اخويا انا غني غير راجل غنتقبلهاش راه كتدير لي اختي تفعل لي اختي راه عندنا الاوديوات عندنا التصاور عندنا كل شيء وكذا وهاني قالوا الكوميسير كون جيتي عندنا ناخذ لك حقك ولكن ما تعداش عليها هكا في الزنقه ودير فيها هذه الحاله هذه قال له هكا الكوميسي. المهم الكوميسي صراحه الله ما ضاش معايا واخا هادشي هذا كله ما ضاش معايا انا اللي جايه نشتكي فهمتي ما ضاش معايا والام هو قالوا له عيط لنا اختك عطينا النمره عيطوا لهاد البنت اللي كنت معاها انا طلعت هي اخي بدر الكوميساريه كتبكي وكتشكي كتقول له فيها على هاد السيده دارت لي فعلت لي سيدي فعلت لي وسركت لي خوتي لقى الاوديوات ديالها وراها كذا وراها خصنا ندير سلفاكيته راه ضيعتني وبزاف ديال الحوايج كتهمني حدا الكوميسير ما عرفتش انا المهم الكوميسير ما هضرش معايا كاع في هذا الموضوع هذا الموضوع الغاه خاصه فاش شاف حدا فاش سولني وعارفين راه مزوجه ما ولا سولني في هذا التخربيق يمكن حيت مرا طلعت له مزوجه ما تسوقوش لهذا الشيء هذا وخاصة انت دير الدليله ديالك الجنيبه ديالك انا ما غيتسوقوش ما انا محسنه بحال داك الوقيته هذيك وحتى ديك الوقيته اللي وقعت لي المشكل الاول ما داروليش بوانتاج ولا دارولي محضر ولا كانت غير هضره بيني وبين الكوميسير يعني داك الشيء الواقع مزال بيضاء عطاوها خويا بضع عام الدري عطاوها عام خوها عطاوها عام. المهم الراجل ديالي ساق الاخبار داك الشيء هذاك ساق الاخبار لكل شيء جا الكوميساريه خايبه هذا ديك الساعه حتى هو ساق الخبر لهذا الشيء هذا كامل عرفت في الاسطوار ديال كل شيء تخيل معايا حط لك بالك هو حيت هو منين ساق الخبر ما كنتش غنسوق له الخبر ولكن اصلا داتي كتهضر على راسها فهمتي حيت ردني زقه كامله صافي المهم حيت هو اصلا غيدخل الباب ديال الكوميساريه شدات امها فهمتي هاي داك غديري ولدي الحبس وكذا وهادي وراها اصلا مرت كانت مع البنات وانت ديتي الدل ديال البنات والوسخ ديال البنات والزبل ديال البنات وكذا وهادي راجلي وعم سمعوا الاوديوات على برا انا كنت لداخل ما سمعت حتى حاجه واقعه على برا سمعوا الاوديوات وراو التصاور ديالي خويا بدر وانا لابسه الشورت وكنقول انا صلايبه وانا راجلي داخل خويا بدر ما يمكنش ليا السيده اللي مزوج بيها ولي السيده اللي كيحلم لي يدير معاها وليدات وبزاف ديال الحوايج اخويا بدر ما دازتلوش ما تقبلهاش دخل عندي الكوميسي اخويا بدر عيني مفوخه كنت عارفه عرفت كنت كان كيبكي صراحه الله كان كيبكي انا عارفه راجلي كيكون كيبكي عيني مشيو مع هادو دخل عندي هو كيشوف فيه واحد شوف اخويا بدر غير واحد مصدوم بحال اللي كانت مقلوبه عليه الكفه ولا ما نعرفش المهم واحد الانسان اللي مصدوم ما قادرش يهضر ما
ولكن نقول لكم مثلا الزوج ديال هاد السيده كيقول له اه صافي المهم كيجيو غير اهله صافي شي هادشي اللي المهم حضر معايا هو اخويا بدا فصلنا الدار انا وياه كان راس في الراس وتعاودنا انا وياه بغيت نعاود له نعاود القصه ديالي من الاول ما تقبلهاش اخويا بدر قال لي كنت متقبلها كل عرفت هادشي نهار الاول ما يمكنش انا كنت معاها مع مرة كانت هكا قال لي ديك التصاور اللي وراتني المهر ما يتنساوليش وانا اخويا بدر القهاوي والشيشه المهم شي حوايج ما وهاد الصراحه متقبل مصالح الله قال لي شوفي بنت الناس من احسن الفرق تفرق نخليوها هكا بعزه وحلاوتها باش ما ناديك ما تادي من هنا وبركه قلت له شتمني قناه القرار اللي تاخذو قال لي وانا بغي نكمل معاك غنتنسى لي داكشي ما يتنساليش يعني اش ناديك ولا تاديني من احسن زعما نتفرق خوت ما تاديني زعما في مصر في النفقه وداك التخربيق يقول فلوس والصاير وسير هبط هادي اللي تقدي ديري معايا ما يشوفك غير ربي الحبيب صافي خويا بهذا الراجل نقول له بحال هاد الدراري هو عايفك تكملي ما عندك ما تكملي صافي ولد الناس اللي بغيتي نديرو طلقنا صافي والله العظيم مولتي معاه ولا مولتي معاه ما والو لا خويا بدر الراجل الاول مولتش معاه صراحه اها ودرا خويا بدر هذاك بحال اللي نقولوا هذاك السيد كان من الضريبات اللي خلصت حيت هو خاص راه الله داك السيد كان راجل ونعم الرجال والله القسم يعني كشي اللي عشتو مع داك الراجل ما لا اله الا الله انسان عارف بين اللي خلقو انسان اللي كيفيقك فجاه كيقول اللهم صلي معايا انسان اللي كيبقى تاودونوميه تاودونوميه على الدين وعلى شي حاجه المهم كان محسسني بالحلاوه ديال الدين صراحه داك الانسان لا اله الا الله المهم طلقنا انا وياه السيد الدري الصغير ديال اخو هاد البنت هادي مشى للحبس هي راني تواجهت معاها في كوميساريه قلت لها طب قسم مع داكشي اللي في دماغك ما غيكونش غادي لحد الكوميسير شنو غيكون انت اصلا ضيعتيني وكدير كذا وكذا وكذا وهادي المهم هي كانت كتوقع بلي هو خوها غيمشي للحبس كاع في كلتا الحالتين المهم انا غنتعاقب هادي النيه اللي كانت عندها في دماغها ولكن سبحان الله العظيم بحال ديما ربي كيخرجني منها هكا كسال المغانمه خرجت اخويا بدر بحال دابا سكنه انا كنت ساكنه قريبه ليها هي دابا انا رحت لواحد البلاصه اللي يمكن الا بغيتي تجي من الدار ديالهم من الدار ديالها ولا الحي ديالها لعندي على الاقل خصك واحد الطاكسي ب 30 درهم باش توصل عندي يعني بعدت عليها وسكت انا حلت انا وامي وكلشي فهمتي قلت لهم يعني ما حد ساكنه هنايا راه يزيدوا علي المشاكل هذيك السيده دارت لي قبلت عليها الحمد لله انا عندي عائله صراحه الله متفهمه وداكشي يعني قالوا لي كنتي مرتاحه هكا شنو غيتبدل كاع بدل سكنه بسكنه ما توقع حتى حاجه بعدت اخويا على بلاصه كامله اللي تما بعدت على الخدمه بعدت على كلشي بديت عاود ثاني حياه جديده فهمتي نفس فاس نيت يعني بدلت السكنه زدت بحال دابا ما بقيتش خدام في محل صغير طلعت للشركة كبار سيدي جات سيدي ابراهيم هكاك المهم خويا بدر في الخدمه تعرفت على انسان واحد اخر تقريبا كنا شحال عام اخويا بدر ما كاملش شحال عام تفالا ديال الله في الناس واحد اخر تزوجت بيه ولد مع هاد الناس شنو هو؟ ما سمعتكش مني تزوجتي بيه؟ تزوجت ولدت بنيته ما شاء الله اها وسبحان الله العظيم اخويا بدر بحال دابا هكا فاش كنبغي نهبط هكا عند شي ناس من العائله في الجهه اللي كنت ساكنه فيها كنتلاقى بحال دابا شي حد ولا شي حد كيعطيني خبر ديك السيده مازال هكاك اخويا بدر وقالوا لي قالوا لي اخويا بدر سبحان الله العظيم باش نقول لك انا ما عرفتش واش هادشي بصلاح ماشي بصح حيت ما شفت شي حاجه بعيني قالوا لي بدات كتخرج حتى هي الزنقه بدات كتدبر بزاف الحوايج ما سمعتهم ماشي منها عليها ماشي هما هادو ماشي واحد ماشي جوج اللي قالوها لي المهم هي بغات تخرج على زواجي خرجت لي على زواجي بصح خرجت لي على السمعه ديالي خرجت لي على كل شيء ولكن سبحان الله العظيم كنبقى نتراجع غير مع شويه كنبدل حياتي بطريقه واحده اخرى يعني شوهتي لي المحيط ديالي فين تضربت شوفت انا بدلت السكنه وبدلت المحيط يعني انا كنفكر يمكن بعقلي المهم هي في كيما دات معايا وحلات فهمتي مع الله سبحانه وتعالى شوف ملي كتكون شاد في التوبه ربي سبحانه وتعالى كيعاونك والله وانا بغيت نوصل الميساج ديالي لاي بنت اي بنت كتقول انا مرجله وانا صليبه وانا كذا وتحسن وتقول لك انا مرجله وانا فكري في راسك نهار تطيحي ولا تجربي غير تكذبي قولي بلي عندي شي حاجه ولا راني طحت ولا شي حاجه وشوفي ديك البنت اللي كديري على قبل هاد الذنوب كديري على قبل حيت كتكون انسانه عاديه انت كتجري هاد داكشي حيت هاد البنت اللي كتهضرني انا اللي جريت هاد داكشي هذيك كلمه الحق وشوفيها واش توقف معاك ودابا حاليا تحسب شي حاجه من جهه البنات لا خويا بدر انا قلت لك انفو كت
تشد في التوبه ديالك من عند الله سبحانه وتعالى كيعاونك اخويا بدر. شنو هي النصيحه اللي تعطي للبنات؟ كيطفي لك الصدر ديالك اخويا بدر. النصيحه اللي تعطي للبنات نصيحه اخويا بدر يحبسوا يحبسوا اخويا بدر حيت تخيل معايا تهضري مع بنت بحالك بحال تقول لها دير لنا حبسيها الشريف على ربي ما يدنكش الخير انت وياه اولا نتمنى من الله ربي يسهل علينا وكلشي من الحب ديالنا. لا 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 ما كاينش اللي ربي لا يسهل عليكم نتوما بجوج راه تحبس راه ما حدك غادي فيك الشيء هذاك راه ما كاينش تقولي الحب انا ماني ما كاينش اكثر من 8 سنين ضرب مع السيده وسبع سنين تقريبا عام تم تفقنا فيه راه ما كاينش الشريف راه نهار طحت ما عقلتش عليا لقات السرطان هذا داها مشات شافت حياتها وانا مازال بالحياه ما خداتش ديك الفرصه انها تكمل تلبس البيض عليا اللي كنقولوا حنا مرجلات وحنا هما حنا راه ما سافتش الفرصه تقولوا لي بلي هذيك بنت وكاين بنات ناس وحده اخرين وكاين ما كاينش هذا الشيء على غير من رحم ربي وصافي راه ملي كتكوني سمع ملي كتكوني انتوا ملي كتكوني ذكر راه ذكر وكيتقول اما بالك بشي علاقه محرمه وكتمني من الله سبحانه وتعالى حق الخبيث ولا الخبيثات طيبون الطيبات هذا وعد الله عز وجل كيبغي نذكروا انتوا ولكن باش تقولي بنت مع بنت ربي غيسهل عليكم وحق غتمت واحد النهار تستقر في دار وحده انا مازال دابا ما سمعتش شي ديز بيا انا ولا بعد نفهم هذا ديال بنت مرجله استقرت مع صاحبتها هنا في المغرب بالدسه مش هذا الشيء هذا حيت ربي سبحانه وتعالى ما كيسخر حتى لعبه كتبقى تقات لي وتطيحي وتقات لي وتطيحي اما كيجي الديفو منها اولا كتوقع شي حاجه بحال اللي وقعت لي انا شي مرض شي ابتلاء من عند الله عز وجل كيفاتك لكم الشمل ولا شي حاجه. المهم اي وحده كنصحها كتشوف راسها مرجله وكتقول هذا الشيء هذا تحبس تراجع راسها راه ماشي ضروري انت في ديك الساعه وديري ديك الساعه سيري غير دقه دقه اول حاجه غير حيدي البنات من حياتك سيري غير دقه دقه وربي شوفي غير ديري واحد النيه زوينه وربي كيسهل عليك وخا تعيشي كاع على راجل لا مراه غير ما تكمليش في هذا الشيء هذا. برافو عليك جنات فريمون عطيتي والله خويا بدر انا قلتها البشره قلت لها بغيت زعما نطلع لهكذا باش نفهم الناس حيت شحال انا كنت في هذه الكليكه هذه ديال البنات المرجلين كنت في هذه الكليكه ماشي ما قلتش فيها خويا بدر راه غير من رحم ربي صافي كلشي يقول حنا مرجلين حنا غنديروا وحقا ندخل دخلت بها هكذا خويا بدر كتقول انا دخلت بها وانا كذا وقف كرة في البلاد شنو غيسميهم اخويا بدر انا ما نكذبش عليك انا نطلع بكلمه الحق ولا يكون مش نقع على على, على راسي. برافو عليك راه انسان خصو يحبس انسان خصو يفكر في المنطق انسان ما عايش 100 عام راه مازال ما سمعنا شي واحد عاش 100 عام ولا 300 عام راه غير 60 عام وكتحل السجن ديال الموت راه لا اله الا الله سبحانه وتعالى وصافي راه الموت كاين انسان راه فكر في الحياه الاخرى اما الحياه هذه راه ما دايما حتى واحد ونزيد واحد القضيه شتي اقسم بالله العلي العلي العظيم حلاوه الدنيا ما حسيت بها تتبت تتبت ورجعت للدار غادي حسيت بحلاوه ديال الدنيا حسيت انا بحلاوه ديال انك كتوجعي باش تولدي حسيت بحلاوه ديال انك ام عرفتي الامومه راه تغير لك المسار ديالك كامل. انسان خصو يحبس والله قسم الله سبحانه وتعالى تبسط الميساج لاي بنت وانا عارفه خاصه في هذا الشيء زعما اللايف دابا حاليا طالعين شحال من بنت كتقول مرجله وانا 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 انا عارفهم كاينين حيت ديجا كنا كنسنتو لك اخويا بدر كاملين عارفهم كيسمعوا ولا هاد النظره ديالهم غتبقى النظره ديالي غتقيسهم نتمناو انهم يستمعوا ليك وانهم تكون القصه ديالك عبره ليهم وتنشكرك بزاف على 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 هاد الطاقة. شكرا اخويا بدر نتمنى تكون بخير شكرا على الهضره هذه وتعترف انك تكون متصالح مع ذاتك بهذه الطريقه هذه وتعطي النصيحه للناس الحمد لله باش ما يطيحوش نفس الغلط ديالك. فريمون نشكرك بزاف يا جنات ونتمنى ربي يسهل عليك خويا بدر تحياتي وميرسي بزاف نعاود نقول لك مره اخرى لانك شاركتي معنا القصه ديالك نتمنى كل شيء دائما جنات ونتمنى انك دائما تبقى هكا ومره مره سولي فينا شعر.